السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة الباك اند والاي بي اي باستخدام نود جي اس. والنهارده يعني عشان ناس حصل لها كونفيوزنج الحلقه اللي فاتت بين الاسينكرونايز والسينكرونايز، فانا يعني هعمل مثال بسيط كده نشرح فيه الفرق بين الاثنين والناس هتشوف معايا، فيا ريت نركز في الحلقه دي جدا. اوكي، مبدئيا كده فاكرين الكود ده لما كنا بنستخدم السينكرونايز فايل ريد ورايت، ماشي، عملنا ريد للملف اللي اسمه المحمدي وعملنا ريد للملف اللي اسمه تيست وعملنا رايت للملف اللي اسمه ايه ريزلت دوت في تكست هنا، ماشي، ريزلت بس اللي هو العادي. اوكي، ايه محتوى الملف الاولاني ده ومحتوى الملف التاني ده، وعملنا الابند اللي هو ايه يعني يضيف عليه بس مش يمسحه. تعال نلغي الابند دوت عشان بقى يريبليس الكلام المكتوب في الفايل. اوكي، تعالوا نعمل حاجة بسيطة جدا. في بداية البروجكت عندي، في بداية الشغل بتاعي هنا، هعمل هنا كونسول دوت لوج وهبعت له مثلا ايه ستارت سيستم. اوكي، ولما اخلص شغلي هعمل هنا كونسول dot log واقول له مثلا ايه هنا done، ممكن معاه سمايل فيس كده على اساس ان ايه الشغل خلص. تمام كده، فاحنا هنعمل start، وخلينا مثلا ايه نحط هنا console dot log مثلا الرسالة لما التاسك بتخلص، مثلا هنقول ايه end هنا task. تمام كده، فهنقوم جايين هنا عاملين كنترول اس، ماشي، ونيجي هنا نعمل كلير ونعمل نرن للنود اي بي بي جي اس وندوس كده، فهنلاقي الموضوع ماشي ان هو اول حاجه عمل كونسول دوت ستارت سيستم، وبعدين راح على المحمدي ارى الملف دوت، وبعد كده ارى التست، وبعد كده جه هنا عمل رايت للفايل دوت المحمدي والتست. يعني لو رحنا هنا للريزلت هتلاقيه هاي فروم المحمدي وهالو فروم تست، ماشي، وبعد كده راح عمل اند تاسك اهو زي ما هو باين في الكونسول اريا، ماشي، اند تاسك، وبعد كده عمل دان خلص السيستم. اوكي، تعالى بقى نروح بقى لملف ايه الاسينكرونايز اللي هو ايه الغير متزامن، ماشي، اهو الملف اهو كله اهو. انا ضفت هنا برضو في اوله عشان كله يبقى باين، ضفت في اوله start system، اخر حتة فيه ضفت done with this task. طبعا هو كل مرة بيجيب لي الريزلت، هيجيب لي الريزلت هنا هيطبعه، هيجيب لي الريزلت هنا هيطبعه، بعد كده يقول لي done with this task، وبعد كده done، ماشي. يعني المفروض ايه السيستم زي ما ماشي هنا كده يمشي linear خطي، ماشي، على خط واحد زي الصوره اللي وريتها لكم الحلقه اللي فاتت، ماشي، يعني نفذ ده وبعد كده 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 يمشي كده. هنا بقى مختلفه شويه، ماشي، هيمشي على دوت بعد كده يروح بالظبط كده يعمل بوش للفانكشن ديت اللي هي دي كده كلها فلاين ثريد لوحديها، ماشي، وبعد كده يروح الخطوه اللي بعدها ديت. مش شرط دي تكون جابت ريزلت، مش شرط دي عملت حاجه، لا هو بوش، وقت ما تخلص هتدينا الريزلت بتاعها، ماشي. فتعالوا كده نعمل كنترول سيف، طبعا هنا النهايه بتاعتها اند ويز ذس تاسك، ماشي، او دان ويز ذس تاسك، ماشي، ونيجي هنا كده ونعمل ايه نود اسينكرونايز اللي هو الملف الثاني بقى اللي هو ايه سينكرونايز اف اس دوت جي اس وندوس انتر. شايفين بقى الترتيب، start system وبعد كده end task، سوري لا ده الاولاني انا اسف، start system وبعد كده done، الاولاني start system وبعد كده end task وبعد كده done، لا ده start system وبعد كده done بالظبط كده، راح نفذ اللاين دوت وبعد كده ده، لان هو لسه ما نفذش ده، ده خد thread تاني مختلف، خد خط تاني كانه بقى برنامج تاني، ماشي، هيروح بقى يمشي في اللاين ده بعد ما خلص اللاين بتاعه الاساسي اللي هو
الثريد بتاعه الاساسي اللي هو ده اهوت ستارت سيستم دان. بعد كده هاي زير فروم المحمدي ومشي بقى ايه لحد دانزز ويز ذس تاسك. ماشي، اعتقد كده موضوع المالتي ثريدز بقى واضح جدا. طبعا انا عمال اكرر في السينكرونايز والسينكرونايز كتير لان هم مهمين جدا انك تفهم الفرق بين الاثنين دولت في شغل الباك اند. ده مهم جدا خصوصا لما بتشتغل مع فريم ورك زي نود جي اس. نرجع للصوره بتاعت الحلقه اللي فاتت، انا بشوفها افضل صوره توضح لك الفرق. ماشي، هنا ده السينكرونايز، ماشي، وده هنا الاسينكرونايز. زي ما احنا شايفين هنا هو نفذ التاسك الاولانيه اللي هي كانت بتاعت الستارت الكونسول دوت ستارت، وبعد كده دخل في الثانيه، ما نفذش الثالثه او الرابعه غير لما الثانيه تخلص، تاخد بقى وقتها. ودي بقى مشكله. ليه بقى؟ لان انت ممكن تكون بتجيب داتا كتير من الداتابيز، ماشي، او بتقرا ملف حجمه كبير، او بتتعامل مع اي بي اي على موقع عليه ضغط كتير، فهياخد وقت عبال ما يرجع لك الريزلت. فالحل في الظرف ده ايه؟ انك ما تشتغلش على لاين واحد، ده كده شغل كله لاين واحد اهو، كله لاين واحد، ده ده ثم ده ثم ده ثم ده، ده كده لاين، ماشي. بينما ده بقى كام لاين؟ ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة، وكل لاين بقى ياخد وقته، ولما يخلص هتحط له الفانكشن اللي هي ايه؟ الكول باك، اللي هي زي ديت كده اهوت في الكول بتاعنا اللي هي الفانكشن ديت. ماشي، شوف احنا حاطين هنا كول باك، وادي كول باك، وادي ايه كول باك. ليه بتحط الكول باك؟ عشان تضمن ان هو بعد ما يخلص الفانكشن الاولانيه يروح ينفذ لك حاجه معينه، لان انت اكيد عاوزه يعمل حاجه بعد ما يقرا مثلا داتا من القواعد البيانات، عايزه يعمل حاجه بعد ما يروح يجيب داتا من الاي بي اي، عاوزه يعمل حاجه بعد ما يقرا لك الملف الكبير دوت او الصوره الكبيره ديت. ماشي، فعشان كده ساعات بنستخدم الاسينكرونايز وساعات بنستخدم السينكرونايز لو الموضوع مش مستاهل انك تشتغل غير لاين، لان خلي بالك ان السينكرونايز بيشغل مساحة أقل على الرام اللي هي البلاتفورم اللي كلنا بنشتغل عليها، احنا كلنا بنشتغل البرامج بتاعتنا على الرام، ماشي، فمش دايما هتبقى متاح لك انك تستخدم الاسينكرونايز مع ان هو اسرع، بس خلي بالك انه بياخد مساحة اكبر على الرام بكتير، المساحة الاقل بتاعت السينكرونايز. فلو تاسك بسيطة تاسكات بسيطة ورا بعض اعملهم لاين، مش هياخدوا وقت، تك 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 هيخلصوا. لكن بقى لو تاسكات كبيرة وقراية دقيقة من الداتا بيز، ماشي، فبالتأكيد شغل الاسينكرونايز هيكون افضل في المرحلة ديت، ومش مشكلة موضوع بقى ايه الرام. اوكي، بس كده مش عاوز اطول عليكم، انا بس هدفي ان الناس يوصل لها فكرة ايه هو السينكرونايز والاسينكرونايزيشن، ماشي، لانها مهمة جدا في شغل البرمجة عموما مش في شغل النود جي اس بس. ماشي، ويعني اتمنى ان الناس تكون فاهمة فعلا احنا عاوزين نوصل لايه بشرحنا للحاجات ديت، لانها مهمة جدا. وعلى فكرة في مستقبل الكورس هتلاقي الموضوع ده مهم جدا 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 ليك، ويعني وكل ما فهمته اكتر كل ما كان الاداء بتاعك افضل لما تكمل الكورس ده معانا. يا ريت لو انت عندك اي مشكلة في فهمه، اول حاجة شوف الفيديو دوت واللي قبليه واللي قبليه مرة تانية، ماشي، شوفهم اكتر من مرة، ولو برضو لسه حاسس ان في مشكلة يا ريت تسيب لي سؤالك في الكومنتات تحت الفيديو. سعدت بالتواجد معاكم، يا ريت اللي عنده استفسار او اي حاجه يسيبها في الكومنت بوكس تحت الفيديو. اتمنى الناس تعمل القناه لايك وشير وسبسكرايب، وفي النهايه بتمنى للجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.